وأول من أتى بهذه الأصنام هو عمرو بن لحي، ولذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، فهو أول من سيب السوائب. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح أن لهذا الرجل صاحبا من الجن، فأتاه وقال له اذهب إلى جدة فإن بها أصناما، فذهب وأتى بها من تحت الأرض، وذلك لأن الطوفان حملها إلى هذا الموقع، وهذا ما يذكر في السير. لكن كون عمرو بن لحي هو الذي أتى بالأصنام إلى جزيرة العرب هذا واقع، وهو الذي أتى بهبل من الشام، فإنه لما كان في تجارة في الشام مر على أناس يعبدون هذه الأصنام استحسنها، فطلب منهم أن يعطوه صنما فأعطوه هبل، فأتى به إلى أهل مكة وأمرهم أن يعبدوه، فزادت أصنامهم إلى 360 صنما كما هو معروف.